إنه يعني يوم عظيم هذا اليوم اللي هو 18 فيفري. أنا كعادتي كشاب من الشباب الجزائري كنت ناشط في المجتمع الوطني وخصوصا في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، ما كانت ولا يوم يفوتني إلا ونحيي فيه هذه الأحياء الوطنية، أول نوفمبر، 5 جويلية، 18 فيفري. واليوم الحمد لله كان الفضل هذا الشاب أنه لحقنا إلى قبة البرلمان ولينا نحيي هذه الأيام الوطنية على أعلى مستويات. والحاجة اللي نزيد نفرحوا بها كثير وكثير وكثير الآن، أنا راني خجول الآن أمامها، هي حضور هذه الثلة من المجاهدين الذين يعني وهبوا أنفسهم في سبيل هذا الوطن. ويعني لما سمعوا أن هناك احتفال كبير بهذا اليوم الوطني رغم السن تاعهم وهذا، يعني إلا أنهم أبوا إلا أن يحضروا. فنقول أنه تحية كبيرة كبيرة إلى هذول الآباء المجاهدين، نذكر بهم الأستاذ محمد طاهر محمد العربي زبيري، والسيد المجاهد محمد صغير بالإعلام، والسيد المجاهد محمد طاهر عبد السلام، نرحب بهم كلهم باسمه وبمقامه. إن احتلال الفرنسي للجزائر لم يقتصر على احتلال الأرض فحسب، وهذا ما تؤكده المشاريع الفرنسية في الجزائر طيلة فترة الاحتلال، فقد سعى إلى ضرب هوية الشعب الجزائري طيلة 130 سنة لتحويل الجزائر لمستعمرة فرنسية هدفها الأول تدمير الشخصية الجزائرية وتجريدها من خصوصيتها. فما إن وصل الأسطول الفرنسي قبالة السواحل الجزائرية وجه أول طلقة مدفعية إلى مئذنة المسجد بسيدي فرج في رسالة مفادها أن الغزو الفرنسي للجزائر هو غزو الصليب للهلال، وهذا ما عبر عنه الكاردينال شارل فيجري كبير أساقفة الجزائر آنذاك حين قال: لقد ولى عهد الهلال في الجزائر، وسيكون تنصيرها نقطة الانطلاقة نحو تنصير القارة الإفريقية برمتها. كما أرادت فرنسا من ضربها للهوية ضرب اللغة العربية والقضاء عليها من خلال جملة من السياسات والقوانين، لكن الشعب الجزائري صمد أمام هذه السياسات الاستثمارية وأبى إلا أن يقاوم. أن واجبنا اليوم نحن كشباب الجزائر للوفاء والعمل من أجل بناء وإصلاح وطننا، وأن لا ندخر جهدا في سبيل وطننا، والوفاء لشهدائنا يكون بالبرامج والمشاريع وليس بالعبارات والمشاعر فقط. رؤية الشهداء الاستراتيجية منارة نهتدي بها دائما، وخاصة في القضايا الكبرى، بأن ندافع عن حرية الشعوب وكرامتهم، وأن نحافظ على اجتماعية الدولة كما أسس لها بيان أول نوفمبر، وأن نرسخ الديمقراطية التي تضمن الشرعية الحقيقية للمؤسسات. ومن هنا فالجزائر الجديدة التي نتطلع لها يجب أن تلبس لباس الشهداء، لأنهم لا يموتون بموت مشروعهم الطاهر. إن كل يوم في أيام السنة بالنسبة للشعب الجزائري هو شهيد. ومن هنا أقول لأبنائي وإخواني الشباب، أعملوا كل يوم أينما تكونوا في مواقع عملكم، تفكروا الشهيد، تفكروا دماء الشهيد، بل تبقى دماء الشهداء في عروقكم من أجل بناء دولة في مستوى تضحيات ملايين الشهداء، لتكون دولة قوية في مستوى الثمن الذي دفعه آبائكم وأجدادكم طيلة 130 سنة. نحن عندما نحاول أن نتكلم عن ملامح الوفاة للشهداء، فإن أول شيء يجب أن نعود إليه هو بيان أول نوفمبر، لأن بيان أول نوفمبر هو الذي جعل أولئك الشهداء يلتحقون بصفوف الثورة، لأن بيان أول نوفمبر هو الذي جاء بذكر بكيفية تنظيم هذه الثورة والوصول إلى نتائجها. فهل نحن نحترم بيان أول نوفمبر حتى الآن؟ إذا أردنا أن نحترم الشهداء ينبغي أن نعود إلى هذا البيان ونقف عند
عند كل ما جاء به احتراما لأرواحهم، أرواح الشهداء. والحقيقة مركزية قيام المقاومة لخصها الشيخ الفضيل الوتيراني رحمه الله، كلكم تسمعون به الفضيل الوتيراني، في ثلاث كلمات: الدين واللغة وحب الوطن. بدون حب الوطن لا ينفعنا دينك ولا لغتك، وبدون حب الوطن لا ينفعنا أي شيء منك، فحب الوطن قبل كل شيء. ولهذا إذن القيم أو مركزية القيم عندنا هو هذا الثلاثي: الدين واللغة وحب الوطن.